صباح الفل. والله بعد غيبة طويلة قوي، مش عارف قد ايه، شهر ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة، والله ما انا عارف، بقالنا كتير قوي ما عملناش ونس، وانا اسف وبعتذر لان انا يعني مخطئ في الحكاية دي جدا، لانه بيقابلني الناس يعني مش الشعب. بس واحد كل واحد يقول لك اصل قابله اتنين مثلا قالوا له انت بتعمل حاجة حلوة، فقول لك بقى كسر الدنيا. مش الدنيا لحاجة، انما يقابلني بعض الناس يقولوا احنا بنحب ونس وبتونس ببعض وكده، وده ستر، ويعني مقدرش اقول رضا لان ابقى يعني مبالغ وابقى طماع، انما عطاء من عند ربنا سبحانه وتعالى انه يجعلنا في بينا محبه كده عشان نستفيد من بعض. انتوا بتبعتوا لي رسائل انا بستفيد منها، وانا كنت قلت لكم زمان كتير مرات كتير يا ريت يكون عندكم حد بيسجل حاجه ويبعتها لي وانشرها في ونس، يعني يحكي حكايه برضه فيها ونس، ويطلع من ده ناس حكاءه وتحكي حكايات وحاجات زي كده، لانه خلاص مساله ان الاعلامي يطلع بواسطه يروح التلفزيون، انا ما رحتش بواسطه، ويعينوه بالواسطه وبعدين يشتغل ويبقى لازق في وشكوا كده ليل ونهار، خلاص ده انتهى يعني، خلاص هفكس ما بقاش في كلام من ده خلاص. ممكن كل واحد فينا يعني ملوش علاقه بالاعلام خالص يطلع ويتكلم مع الناس والناس ترتاح ويحصل يعني تجاوب بينهم ويتكلموا وياخدوا مع بعض ويدوا ويبقى له وجود وله تاثير ويفيد الناس بشكل او باخر. دكتور يتكلم في الطب، مهندس يتكلم في الهندسه، واحد زي كده يتكلم في كل حاجه، لبط يعني فاكر نفسه اللي ما حصلش يعني. صحفيين كده، محامي يتكلم في القضايا وفهم الناس القضاء في ايه، وده موجود على فكره، موجود بشكل كويس جدا. فانا اسف اني اتاخرت، لكن معلش كمان الشهرين اللي فاتوا دول او عدينا الشهرين كمان بقينا في 70 يوم واكتر، اللي حاصل في غزه مخلي الواحد متكتف مش عارف يتكلم. هي الحكايه اصلها مش مساله انه في ناس بتستشهد، لا الحكاية أكبر من كده بكتير، وأنتوا فاهمين طبعا الحكاية يعني أكتر مني، وفاهمين إن الحكاية مش حكاية اللي بيستشهدوا في غزة أو البيوت اللي بتتهد في تهد في غزة، لأن ده كله ممكن إن دول شهداء ودي بيوت ممكن نرجعها وحاجات زي كده يعني، لكن الحكاية حكاية إن الواحد لما يحس وهو عايش في الحياة هو بيعمل إيه؟ لابد يكون في حاجات ليها معنى، لابد ان احنا لما نسلم الحاجات لبعضنا نسلمها على قدر المستطاع كويس. فاحنا عندنا في الوطن العربي جرح كبير وبينزل طول الوقت، وعمالين نسلمه من جيل لجيل لجيل، عدينا ال 75 سنه من جيل لجيل لجيل لجيل، والحكايه عماله تكبر مش بتصغر، وبتزيد مش بتقل، والجرح بيتسع وبيتملي بالصديد، انا اسف بس هو كده بيتملي صديد وبينز. فمتهيألي دي مسؤوليتنا احنا كلنا، عشان لما نسلم الوطن ده هو بقى طبعا ممكن واحد يقول لك وطن ايه اللي بتكلم عنه، وهو معلش احنا مش هينفع مصر تبقى لوحدها وليبيا تبقى لوحدها، ده مش هينفع خالص، ده معروفة يعني، وشوفوا العالم كله عمل ايه. فخدت مننا الوقت قضية غزة ولسه هتاخد مننا الوقت، وأرجو كل رجل وكل امرأة وكل طفل صغير فهم يعني ايه دعاء، نتقدم بالدعاء من كل قلبنا عشان الحكاية دي تقف، لأن الحكاية زادت قوي يعني، يعني كل يوم بيبقى غريبة جدا. أنا قلت الحكاية دي بدأت كل يوم يقول لك ايه أصعب يوم، وبعدين يجي بكرة يقول لك أصعب يوم، وبعدين يجي بعد يقول لك أصعب يوم. ولذلك انا كنت اتكلمت في الحاجات اللي كنت بعملها على الهواء في غزه، وقلت للناس هناك في غزه يبعتوا لي، خاصه ان في سؤال كان بيطارد الناس او في ناس كتير بتقوله، وانا كنت بسمعه وانا صغير على فكره، مش بنفس السؤال انما يعني او مش نفس الراي، يقول ما الفلسطينيين هم اللي بيعرضوا، ما حماس دي ارهابيه وهي اللي عملت النكبه اللي احنا فيها دي كلها ده دلوقتي، فكل كل ما تحصل حاجه يطلع رأي يحاول يشوه الصورة. معلش ما هم اليهود كده، لا ده مش من اليهود، ده مننا احنا، ده الرأي ده مننا احنا،
مننا فينا، من خالتي وعمتي وابن خالتي وابن عمتي وكده، ويمشوا الرأي ده عشان يبططوا القضية وما يعملوش حاجة اللي بيمشوا الرأي ده. فأنا كنت قلت إنه طب يا سيدي أنت بتقول حماس عملت اللي عملته ده في 7 أكتوبر وهي اللي ورا ده كله، طب لما أنت تبقى محاصر 16 سنة ولا في شغل ولا في مستقبل ولا في حياة ولا بتحلم بحاجة ولا تعرف ولادك هتوديهم فين ولا يعني 16 سنة، طب هتعمل إيه بعد 16 سنة دول؟ وزي ما قلت قبل كده انا كنت سألت فلان ابن عمك وابن خالتك، يا جدعان ساعدوني الحقوني اعملوني، حاضر هنعمل لك هنسوي لك، بس معلش طب اهدى شويه تمام. فكان لابد يحصل ده، لابد يحصل ده. فحد بقى من غزه بعت لي، هو بيتعالج في مصر حاليا، بعت لي جواب، هو الاستاذ معتز الدهشان فلسطيني من غزه، فكتب لي شويه معلومات كده احب ان انا اقولها لكم في اول ونس بعد عوده بعد غياب طويل. ومعتز بيقول انه نسبة البطالة عندنا 70%، هذه اول حاجة، يعني اول حاجة الشباب اللي في غزة، وبعدين خلي بالك هم فوش بعض، يعني مش واحد في طنطا واحد في بورسعيد واحد في السويس واحد في اسكندرية فيبقوا متفرقين، لا دول فوش بعض. 70% العطلين دول اللي هم معاهم شهادات جامعية ومعاهم شهادات كويسة جداً، لانه هناك العلم كله موجود، لانه بيبقى تبع الانوروا فبيبقى مفيهوش فلوس ببلاش، كلهم متعلمين ما عندهمش نسبه اميه خالص، يعني غزه ما فيهاش ولا 1% امي، كلهم متعلمين. طب اتعلموا وبعدين شو هيشتغل منهم؟ شويه مدرسين وشويه نجارين وشويه مبيضين، او بعدين 70% بطاله. ادي اول حاجه. لو اشتغلت في السوق المحلي تاخد 20 شيكل. اولا كلمه شيكل دي توجع القلب، العمله الاسرائيليه، ما هو ما فيش عمله فلسطيني دلوقتي، بس كان فيه، خلي بالك افتح النت هتلاقي العمله الفلسطيني والجنيه الفلسطيني. 20 شيكل، قال لك دول يا دوبك حق علبه سجاير، والباقي الشباب عايشين على مساعدات الاونروا، لانه 75% من سكان غزه بالاصل لاجئين. ادي حاجه من الحاجات. الكهرباء، يعني يوم ما تبقى مريح قوي في احسن الاحوال في احسن الاوضاع، مش دلوقتي ما فيش كهرباء، من 4 لـ 8 ساعات، يعني اقصى حاجه ممكن تحصل فيها الكهرباء من 4 لـ 8 ساعات، يعني تلت اليوم، يعني تلتين اليوم ما فيهمش كهرباء. مع العصر اللي احنا فيه ده لازم يشتغل بالنت والمعلومات بالنت والحاجات بالنت، والكهرباء بقت حاجه مش بس مهمه، دي بقت ضلع اساسي في يعني في الحياه. من 4 لـ 8 ساعات الراجل بيكلم بمنتهى الصدق، ده لم احسن حوال. اما الميه فهي كل يومين او 3 ايام تقدر تعبي، وربما ما تقدرش تعبي. كل يومين، انا بكتب بقرا لكم بالظبط، كل يومين او 3 تقدر تعبي شويه جراك الميه وتجيبهم البيت. يعني اذا النظافه والاستحمام والحاجات دي كلها والطبيخ والحاجات دي كلها فيها مشاكل جامده جدا. وبيرجع بس بياكد انه اقسم بالله عنا في غزه لا يوجد اميه، تمام، و70% من الشباب متخرجين من الجامعات. بعدين هو بيعلق على حماس هنا، بيقول انه لا احنا مع حماس، معظم سكان غزة مع حماس، وانه حماس بتمثلهم بانها بتدافع عنهم بتحميهم بسلاحها، فهو ده بيسجل موقفه، وبيقول ان حماس جزء من الشعب، وده نقطة مهمة بقى قوي، انه حماس دي مثلا ميليشيات جاية من افريقيا، من السودان، من كونغو، من نيجيريا، لا قال لك ده حماس دي ابن عمي وابن خالتي وابن اختي وابويا وخالي وعمي في حماس، عشان لما نيجي نقول حماس مبهدله غزه، ما هي غزه. يعني هو حماس ايه؟ ما على حماس مش كلهم اللي ماسكين القنابل اللي بيشتغل كذا، مش كلهم فيها، وفي الحاجات التانيه في انظمه تانيه وبجهات تانيه. التنظيم المسلح ده بكل فئاته
هو الشعب اللي في غزة، لأن هو بيقول أهو ابن عمي وابن خالي وجاري كلنا مع في حماس، فيبقى ما فيش حاجة، ما فيش فرق أي حاجة، يعني هي تعتبر زي ما يكون الجيش بتاع البلد، جيش بتاع بلد. ليه الجيش بتاع البلد ده جيش مقدر ومعظم وهو بيحمينا وبيعمل لنا ليه؟ لأنه الجيش هو الشعب، مش الجيش حاجة والشعب حاجة. يعني ما تيجي تقول الجيش المصري، الجيش المصري كله برايبنا وحبايبنا واخواتي واخواتك كلهم من جوه أصل الشعب المصري. ودي حاجات تخليك ترجع للتاريخ تشوف مين اللي عملوا كده. الضباط الكبار اللي أصروا على أن يبقى عندنا جيش مصري، ومن الضباط دول أحمد عرابي اللي اتبهدل بهدلة ما حدش شافها، اللي مشي في جنازته 3 أو 5 6 انفار، اللي ما كانش قادر يدفع كوباية اللبن اللي بجيبها له لبان الصبح، اللي شتموا أهانوا أحمد شوقي، وعشان كده أنا متوقف في الحتة دي، متجمد عند أحمد شوقي في الحتة دي. صغار في الذهاب وفي الإياب أهذا كل شأنك يا عرابي؟ ده أحمد شوقي، مع أن ده من الضباط اللي أصروا أن يبقى عندنا جيش مصري. طيب إيه تاني بقى؟ ما فيش شغل، ما عندنا الشغل. اللي بيشتغلوا في إسرائيل الأكتر بياخدوه من الضفة. بيقولوا وين ان مفيش مش عارف 20,000 ولا 20% اعتقد هو قال، فهو كاتب هو اللي بيشتغلوا هناك من غزة فقط 80,000، ومن سنتين فقط بدأ ادخال عمال من غزة. يعني بس الحكاية دي بقى لسنتين اللي بيشتغلوا وبياخدوا الاسعار اللي هي بالشكل دي، اللي هي الارقام الهزيلة اللي انتوا سمعتوها. 18,000 من احنا عارفين ان في غزة فيها اكتر من 2 مليون. ناهيك بقى على انه عمال يقول لك ان احنا ما عندناش حاجه بتخش لنا حاجات خالص نتيجه الحصار الرهيب اللي موجود. اي حاجه يشكوا فيها ان احتمال اي حاجه فيها تعديد كده يقول لك لا، اي حاجه فيها حاجه بتولع كده بسيطه يقول لك لا. زائد ان هو بيحكي انه دهشان، معتز دهشان، انه شاف 4 حروب في 16 سنه دول. الأربع حروب دي بقى هو بيأكد على نقطة مهمة، الأربع حروب اللي موجودة دي اللي حصلت دي اللي حصلت في كل حرب مات 3,000 4,000، اللي هي نفس الفكرة لما تجمعهم تلاقيهم 13 14,000 شهيد. فاللي هو الرقم اللي احنا تجاوزناه في طوفان الأقصى، الرقم تجاوز، احنا دلوقتي بنتكلم في 20 يمكن 18,000 19,000 شهيد. فده كان هيحصل هيحصل. فيعني يمكن جواب معتز دهشان يخلينا نفكر لكل الناس اللي بتقول حماس هي اللي عملت كده والفلسطينيين بقوا عرضهم، سيبوكم الكلام ده. ده كلام يعني مش واقعي ومش حقيقي والله. الحكايه موجوده. طب افرض حماس ما عملتش كده والناس دول متحاصرين بقالهم 16 سنه، كنا هنعمل ايه؟ عشان العالم يسمع ويعرف ان في قضيه فلسطين، كان ممكن يعملوا ايه الفلسطينيين يعني؟ هل هتقول لي نعمل مؤتمر قمه؟ عملنا يا سيدي. طب تقول لي هنعمل مؤتمرين قمه؟ عملنا 20 مؤتمر. طب خلاص ما عملوش حاجه؟ طيب او عملوا اشياء اخرى. طيب هنقول للعالم، العالم ما بيسمعكش خالص، ما بيسمعكش خالص. انما الدور ده لو تراجعوا في الاول ايه اللي حصل، ردود فعل العالم الشرسه بدات تهبط شويه، الشراسه بدات تهبط، مش بقول خلصت، بدات تقل شويه، بدات تتراجع شويه، لان بعض الناس في الشعوب الغربيه وفي امريكا وفي الدول دي ادركوا انه في حاجه مش طبيعيه بتحصل، ان الاسرائيل دول ممكن يكون يعني عندهم تصرف مش حلو، بس كده مش اكتر من كده. لسه ما وصلوش للحقيقه اللي احنا لابد ان احنا نسعى ان احنا نوصلها. فيعني انا حبيت ابدا معاكم الحكايه ديت، وحبيت نرجع في ونس تاني ونرجع اسالكم تاني زي ما كل عاده، يعني ربنا ما يقطع لنا عاده. تحبوا نتكلم في ايه؟ يعني انا في رجل فاضل جدا اسمه الدكتور فاضل السمرائي، هو ضليع بشكل جبار في اللغة العربية، بشكل جبار.
وليه حاجه بتطلع يعني، ليه حاجه بتطلع باسمه يعني، وربنا يديله الصحه. واظن حاجه و90 دلوقتي، وانا كنت احاول ان انا اقابله بس هو عايش في دبي مش عايش في العراق. فانا لما رحت العراق ما عرفتش اشوفه لانه عايش في دبي. واظن ان قدراته الوقت الصحيه ما تسمحلوش يعمل برامج ولا حاجه، بس هو ايه يعني، يا اما تشوفوه يا اما تخلوني انقل لكم اللي هو بيقوله، لانه هو ليه تفسيرات في القران الكريم لغويه، هو دايما حريص على كده، مبهره. يعني بيبهرني بقعد اسمع يعني، اول ما يجي عندي كده في الفيسبوك ما اقدرش احوله ابدا، اقعد اسمعه كده. بس طبعا بيجي لي كتير، انا بسمعه كتير. فيا اما تشوفوه يا اما احكي لكم اللي هو بيقوله. ما اعرفش ده يجوز يعني اعلاميا، اه يجوز بصفتنا صحفيين لما نعرف معلومه من حد حلوه نقولها للناس على لسان الراجل برضه مش على لساني. يعني هو يمسك الحاجات كده يعني، يعني مثلا يقول لك ايه، ولما لما قام عبد الله يدعوه الكفار زعلوا منه. فهنا ليه قال كلمة ما قالش الرسول؟ ليه ما قالش النبي؟ فيقول لك ما هو اصل هو هنا بيقول لهم عبد الله بيدعو الله، انتوا زعلانين من ايه؟ ما انتوا عارفين ان في الله في كل حاجه، فعبد الله بيدعو الله، ايه اللي مزعلكم؟ ولو ان انتوا عارفين فسيكونون الله، مش كده؟ طب انتوا عارفين ان في الله، فعبد الله قام هو بيدعو الله مش بيدعوكم لله، هو بيدعو الله، انتوا زعلانين ليه؟ فلو كان قال الرسول يبقوا زعلانين لانهم مش مؤمنين بالرسول، لو كان قال النبي لما قام النبي يدعوه كانوا قالوا مش مؤمنين بالنبي، انما لما قام عبد الله يدعوه فخلاص انتوا زعلانين من ايه؟ فشوف استخدام كلمه عبد الله هنا ليها معنى في منتهى الجمال. وهكذا بقى تمضي مع عمك فاضل السمرائي في حاجات في منتهى الجمال. وبعدين تخليك، دي حاجة أنا اتعلمتها من فترة طويلة، إن أنت كل ما بتعرف معلومة من المصحف الكريم لما تيجي تقراه ما تنساهاش بقى وتتبسط وتلاقي الحكاية تبقى تمام. وبعدين نرجع كمان سمعت الله، لأن أنا وحشتني بصراحة. يعني امبارح كنت براجع حاجه في سوره ايه يا سيدي بقى، سوره الاسراء مثلا، اظن كانت في سوره الاسراء، ان هذا القران، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا لو قلت حاجه غلط انا براجع، ما بقراش قران صح يعني، يعني انا براجع دلوقتي. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، يا سلام، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، والذين وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وبعدين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه، خدي بقى وربنا معاكم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله، يا دين النبي، ها هي كده. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم الكتابة يوم القيامة كتابا، مش هنديله كتاب ده، هو هيلاقيه منشور يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مالكوش عندنا حجة. يا خبر أبيض. يعني جميلة جدا الآيات، تقراها بالراحة كده.
تلاقي فيها حاجات يعني، وكل انسان ازاي تعرف ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشور كده. وزمان يقول لك منشور، طب ازاي يعني كل واحد هيبقى ليه كتاب والناس مليارات وملايين وما كانوش يعرفوا رقم مليارات دوت؟ الف الف كانوا يقولوا الف الف. واتضح ان شريحه قد كده دلوقتي فيها معلومات عن 500,000 واحد، فيها موجود 500,000 اغنيه قد كده. فانت ما فيش حاجه، انت هتيجي تخش جت لقاه منشوره، هتلاقي الشاشه قدامك دي يلقاه منشوره. وبعدين شوف بقى عدل السماء، اقرا كتابك، واحنا مش هنعمل لك حاجه، اقرا كتابك كافى بنفسك اليوم عليك حسيب. السلام عليكم.